مدافعي كلا الفريقين، واحد قوي بيلعب من غير فلسفه وخبره اللي هو رامي ربيعه في دفاع الاهلي يقابله سعد سمير، وواحد قوي ادي نشوف الهجمه محمد هاني يحطها على طول لامام، وادي التصويبه من امام تجد وسام، هو الفدائي عينه على الدوري وعينه على لقب الهداف، الفدائي وسام ابو علي يسجل، وسام ابو علي هدفه رقم 13 هذا الموسم، وسام ابو علي ابن فلسطين الحبيبه، وسام ابو علي على طول موجود داخل منطقه الجزاء ولا يتردد وسام ابو علي اطلاقا وما يضيعش الفرص دي، وسام ابو علي يسجل، وسام ابو علي عشان يضع الاهلي في المقدمه ويفصله عن فيستون مايلي، هدف وحيد وسام ابو علي. وسام ابو علي الصفقه اللي كان تم الاعلان عنها بواسطه الصحفي الفلسطيني انس النجار من قلب غزه الحبيبه، خلوا المعنويات عاليه ومن يومها معنويات الاهلاويه عاليه مع وسام ابو علي، قاعد للسقطه واللقطه وسام ابو علي، يا ولد وسام ابو علي. كان الفيديو وسام اهلاوي، فيديو مقتبس من الشهيده الراحله شيرين ابو عقله. وسام ابو علي يعني صفقه مميزه جدا، داي ما سهام الانتقادات بالطول. تسليم يقطع الكره اللي فاتت في نفس التوقيت بيلعب لقاء المقاولون والزمالك، كان متقدم الموالين في الشوط الاول بهدف نظيف، لقاء ايضا مؤجل من اسبوع 19. ادي صديق اوجولا داخل منطقه الجزاء، اوجولا عبد المنعم يحطها للجندوسي، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال. احمد الجندوسي يسجل ثامن اهدافه هذا الموسم، الدولي الجزائري اللي كانت بدايته في البيضه والكحله، تقارير قلت لحضراتكم ربطته بالشمال القطري، لكن الاسيست جاي من مين؟ ادي الهفوه، وهنا الهجمه اتلعبت من الجبهه اليسرى، هجمه منظمه انطلق بيها بودي، تصطدم بمروان، تروح على طول لصديق اوجولا يحطها للجندوسي، لحظه خروج الشناوي يحطها بالقدم اليسرى، لتاني مره يسجل الجندوسي في مرمى فريقه الاصلي، الفريق اللي هو معار من النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا، واحد النادي الاهلي واحد سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل للدولي الجزائري احمد جندوسي يسجل هدف التعادل في مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 50. خمس دقائق احتاجهم سيراميكا كليوباترا عشان يرجع في النتيجه. ماتش حلو، هدف هنا وهدف هنا، الجندوسي يسجل اللي كان حظى بثقه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني، عملها يا ولد لامام عاشور بالمقاس، امام عايز يحطها في البعيده التصويبه، لكن تصطدم باحمد بالحاج، كان ممكن يبقى اكثر يعني تعاونا في اللقطه اللي فاتت امام عاشور، امام يحطها ليه قفشه باصص للبعيده يحطها على الارض، تصطدم بسعد سمير، سعد ودي وسام، تنشق الارض عن الفدائي عشان يورط سعد سمير في ضربه جزاء، بطء نسبي من سعد سمير، وبقول لحضراتكم وسام قاعد للسقطه واللقطه، الفدائي وسام ابو علي، وسام على صدر كل اهلاوي، يتدخل وسام ابو علي ويورط سعد سمير في ضربه جزاء. شوف ادي الكره اتلعبت، وشوف هنا البطء من وسام من سعد سمير، والتدخل من وسام ابو علي اللي يورط سعد سمير في ضربه جزاء. هنشوف الاعاده مره ثانيه، بطء سعد، شوف هنا هل في احتكاك بالقدم؟ ادي القدم اليمنى، معروف قلت لحضراتكم ده ظهوره رقم 11 وتاني ظهور له مع النادي الاهلي، احتسب 6 ركلات جزاء في 11 ماتش، ويوم ما ظهر مع الاهلي امام الاتحاد كان احتسب يومها ضربتين جزاء. هنشوف وسام ابو علي سبب مشكلة كبيرة لسعد سمير، شوف هو بيشوف اللعبة بسرعتها الطبيعية عشان يقدر يحكم عليها بالسرعة الطبيعية، ومعاه طارق مجدي ومعاه محمد عزازي وما زالت المناقشة مستمرة. شوف هنا، شوف ادي ستادز سعد سمير، ودي قدم، اعتقد مع الكادر ده يعني هنشوف محمد معروف هيرجع يقول ايه، اميل ان معروف هيأكد هيعمل كونفرميشن على البينالتي. هنشوف بطء هنا من سعد سمير، والحيويه والنشاط لوسام ابو علي سببت متاعب لسعد، الا اذا مارسيل كولر بيقول له انا متشوق اعرف القرار، بيقول له يلا انا متشوق، بيقول له عرفني القرار، بينالتي، اكد القرار. حيويه وسام، حيويه الفدائي، يطير النسر الاهلاوي ويلتهم كره من قبل سعد سمير. شوف هنا البطء وطلع له منين وسام ابو علي ما تعرفش، وحصل يعني حصل احتكاك، ما لعبش الكره سعد، ووسام ابو علي يسجل هدف
ويتسبب في ضربة جزاء، أعتقد إنه هلعبها بنفسه، أعتقد إنه هلعبها بنفسه. أدي سعد، ما زال سعد بيقول أنا ما عملتش حاجة، لكن زي ما بقول 145. أدي سعد، اسمع سعد، شوف سعد بيقول لك أنا ببعد عنه، أنا بلم رجلي الفار والراية، أنا ما فيش حاجة. شوف أحمد ياسر ريان، شوف أحمد ياسر ريان بيرجع لعيبة، بيرجع لعيبة. شوف أحمد عنده الويننج منتاليتي، تربي في النادي الأهلي. إمام سجل في فاركو، إمام تركيز من إمام وبسام وحوار بين الثنائي إمام يسجل الهدف الثاني، الأهلي 2 والفضل ليه وسام وإمام، والثنائي وسام وإمام يتفوق على بسام ويسجل الأهلي هدف الثاني. تسبب في اللاعب وسام أبو علي ضربة الجزاء، ورط سعد سمير في ضربة الجزاء، وإمام عاشور يسجل ثاني أهداف النادي الأهلي. إمام عاشور ويسجل ثامن أهدافه هذا الموسم، يمارس هوايته في صناعة وإحراز الأهداف. إمام حطها على يمين الحارس محمد بسام. إمام عاشور يسجل ثاني أهداف النادي الأهلي في الدقيقة 63 لإمام عاشور. فضل كولر ان وسام ما يلعبش البنالتي ويدخل لاعب اخر ممكن اعصابه اكثر ثبات واكثر هدوء، ما حبش يحط وسام ابو علي في سيتويشن وفي وضعيه على لقب الهداف ومن ضربه جزاء في ماتش حاسم، يقول لك الماتشات لسه جايه كتير. دخل امام عاشور اللي عنده يعني ثقه وعنده يعني جراءه وعنده شجاعه، امام عاشور يتصدى لضربه الجزاء ويسجل امام عاشور، ووضع النادي الاهلي في المقدمه بعد ضربه جزاء جدليه، هكذا راها مسؤول واداري ودكه بدلاء نادي سيراميكا كليوباترا. وبالتاكيد بهدف من ضربه حره مباشره، وسام المتكامل جول الفدائي يعادل الكونجولي ابن فلسطين الحبيبة إلى الـ14. وسام أبو علي يتصدر قائمة هدافين الجدول، والأهلي يتصدر الجدول منفردا 72 نقطة، ونسر الأهلي عالي يحلق مع الفدائي. وسام أبو علي المتكامل، وسام الفدائي يسجل تاني أهدافه وينصب نفسه مان أوف ذا ماتش ورجل كل المباريات. وسام أبو علي يسجل من ضربة حرة مباشرة، وسام أبو علي ليفوز بالثلاثة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام، صفقة الموسم وكل موسم وسام أبو علي، صفقة تمت في هدوء ودون ضجيج ودون مضاربات، وأسامة أبو علي يقود الأهلي إلى الاقتراب من لقبه الـ44. 6 نقاط تفصل الأهلي عن 9 نقاط تفصل الأهلي عن اللقب في من أصل 18 نقطة، وأسام يرجع في 16 مشاركة فقط ينجح إنه يوصل لـ14. هكا جوني بوكا، ضغط من مروان عطية، يضغط على طول محمد هاني، بالثلاثة الأهلي يفوز ويتقدم على سيراميكا كليوباترا. وعمر كمال، هل يبقى الرابع؟ هل يبقى الرابع؟ هل يبقى الرابع؟ هل يبقى الرابع؟ الرابع عمر كمال، سوبر سب، أفضل بديل، ينزل ويحرز الهدف الرابع. عمر كمال يا ولد يا عمر يا عمر يا ولد يا عمر، ليلة كبيرة للنادي الأهلي، 4-1 للنادي الأهلي بربعية لمقابل هدف. الأهلي يقصو على سيراميكا كليوباترا ويسجل عمى مرتدة، أي كاونتر أتاك بدأها، شوف مين هنا، هو وسام مش ممكن يصنع ويسبب ضربات جزاء ويصنع من ضربات ويسجل من ضربات حرة مباشرة ويصنع لزمايله كمان. وسام أبو علي، شوف وسام المتكامل، تسبب في ضربة جزاء وسجل في الأول في من داخل منطقة الجزاء ثم سجل من خارج منطقة الجزاء. وعمر اللي اتكلمت عن حس التهديفي قلت انه اتأخر اكتشافه، 30 سنة ضاعوا من عمر عمر كمال حتى يعني تم انضمامه للنادي الأهلي، وتوهج عمر كمال اكتشاف متأخر لنجم كبير ولاعب مميز. عمر كمال هدفه رقم 33 في الدوري في مسيرته في 199 ماتش، وهدفه الثالث هذا الموسم. عمر كمال يسجل في فوز 4-1 أمام الاتحاد، ويرجع النهاردة يسجل في فوز أيضا 4-1 أمام سيراميكا كليوباترا عشان الأهلي يجهز تماما على سيراميكا.